تشافي سيمونز. بدون شك تتذكرون الضجة التي صاحبت انتقاله مجاناً إلى سان جيرمان بعد نهاية عقده مع برشلونة، حيث وصفت الصفقة حينها بأن باريس سرق مستقبل برشلونة بعدما سرق حاضره سابقاً بخطف نيمار. قرابة 3 سنوات مرت على انتقاله، وما زال وضعه مراوحاً مكانه مع اقتراب نهاية عقده، بل إن آخر الأخبار تفيد بأنه نادم بشدة على ترك برشلونة ويطلب العودة. فما حقيقة ذلك؟ انضم الهولندي تشافي سيمونز لأكاديمية لاماسيا عام 2010 وهو بسن 7. سرعان ما أظهر موهبته، فكان هو النجم الأبرز في كل فئة سنية يمر بها. وصفه البعض بإنييستا الجديد، ونعته آخرون بخليفة تشافي هرنانديز. الجميع كان يراه جوهرة يتم صقلها في مصنع برشلونة، لكن بحلول صيف 2019 انتهت الأحلام، واختار سيمونز الرحيل عن كامب نو وعدم تجديد عقده. الوجهة كانت باريس سان جيرمان الذي فعل الكثير لإقناع الموهوب الشاب بالانضمام لصفوفه. كانت الخطة أن يلعب مع شباب النادي مع منحه فرصة الظهور بالفريق الأول في أقرب وقت إلى أن يحجز مكانته، لكن ذلك لم يحدث، وكانت معظم مشاركاته مع فريق الشباب الذي برز بقميصه، خاصة بدور أبطال أوروبا للشباب. فخلال هذا الموسم مثلا سجل 3 أهداف وصنع 6 خلال 6 مباريات بالمسابقة. ذلك الظهور المميز لسيمونز لم يقنع ماوريسيو بوكيتينيو بمنحه فرصة اللعب بانتظام مع الفريق الأول، خاصة وأننا نتحدث عن تشكيلة مدججة بالنجوم. ففي نفس مركز سيمونز يتواجد فيراتي، فينالدوم، جيه، هيريرا، باريديس، بيريرا، وحتى في المراكز الأمامية التي يجيدها أيضا يتواجد ميسي، دي ماريا، دراكسلر، مبابي، ونيمار. وفي النهاية انحصر ظهور النجم الشاب في 4 مباريات فقط مع الفريق الأول منذ انتقاله، 2 منهم بالموسم الحالي في كأس فرنسا. تلك الوضعية لم تعجب ابن 18 عام الذي ينتهي عقده مع الفريق الأول في الصيف القادم، وحتماً أحد الأشياء التي جالت بخاطره هو ما يحدث في بيته القديم هناك في كامب نو منذ بداية الموسم، وحصول عديد المواهب الشابة على أدوار رئيسية في الفريق الأول، كافاتي، بيدري، الزلزولي، غونزاليس، بل منهم الأصغر منه سناً، ونتحدث عن جافي، ما أجج بداخله شيئاً من الندم، وهو ما أكدته صحيفة توتو سبورت التي أشارت إلى أن اللاعب عبر لمقربيه عن ندمه على مغادرة برشلونة بالانتقال لسان جيرمان. الغريب هو موقف النادي الفرنسي مؤخرا، إذا كان قد حارب لأجل سيمونز منذ 3 سنوات فلماذا لم يجدد عقده حتى الآن بطريقة أو بأخرى للحفاظ عليه، ريثما يتحصل على فرصة لإثبات الذات مع الفريق الأول، خاصة وأنه بحلول يناير أصبح من حق اللاعب التوقيع مجانا لأي فريق. هل كان مجرد رصاصة استعملها الباريسيون لإيذاء برشلونة وانتهت صلاحيتها؟ الأخبار القادمة من فرنسا لا تؤيد تلك الفرضية، بل تتحدث عن رغبة النادي في منح سيمونز عقداً جديداً، لكنه غير مستعد لتلبية طلبات الأخير، وهي الحصول على ضمانات للعب مع الفريق الأول، مع إضافة بعض التعديلات على عقده ومنح وكيله رايولا عمولة معينة. في المقابل وفي خضم أخبار التجديد وتلك التي تتحدث عن ندم سيمونز، أكدت إذاعة كادي ناصير أن اللاعب بدأ بالتفكير في الرحيل مجاناً بنهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده، وطلب من وكيله البحث له عن وجهة جديدة، ولما لا العودة لبرشلونة ليتحدث رايولا بدوره مع أخوان لابورتا ويطرح عليه اسم تشافي سيمونز. ورغم أن الأخير لم يكن ضمن أولويات البارسا، لكن لابورتا أحب الفكرة، خاصة وأنه من خريجي لاماسيا، إضافة إلى أن الصفقة ستكون مجانية، وفوق ذلك استعادته من باريس سان جيرمان، وهي عملية يحبها رئيس برشلونة، لعلها تكون بداية الانتقام في ظل العلاقة المتوترة بين الناديين. تشافي هرنانديز لم يمانع أيضا استقدام سيمونز، لكن اتفق الثنائي على تأجيل البث في تلك المسألة لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر حول نهج النادي في سوق الانتقالات ومشكلة تضخم الأجور. لكن ربما لا تظل الأمور مراوحة لمكانها هكذا لوقت أطول، إذ تشير آخر التقارير إلى أن هناك توجهاً داخل أروقة باريس لتجديد عقد سيمونز والموافقة على جميع مطالبه، لكن ستتم إعارته لأي فريق سواء في يناير الحالي أو بالصيف القادم للحصول مؤقتاً على فرصة اللعب بشكل منتظم. وحالياً تبقى الكلمة الأخيرة والفاصلة بيد تشافي سيمونز ووكيله مينو رايولا.